بص، الاجتماع دي بقى يعني لما بيبقى بتخ يعني بيبقى عند حضرتك خبر ان في اجتماع مع الرئيس. ايوه الاجتماع بيبقى ليه جدول، جدول اعمال يعني. ايوه بقى بيتم، كنت بتجهز للاجتماع ده ازاي، وايه شكل المناقشه كان بيبقى عامل ازاي؟ والله ساعات كان بيبقى الاجتماعات محددة على موضوع معين، زي مثلا مع يعني انا كتير كنت رحت كذا مرة مع وزير الآثار. وقتها كانت وزارة الآثار كانت ما يعني هياش مع وزارة مع السياحة وزارة زي السياحة. دلوقتي. فبيبقى مثلا تطوير منطقة الأهرام اللي حصل دلوقتي، اللي بتحصل دلوقتي، هضبة الأهرام وتطويرها فكنت بحضر الاجتماعات ديت من منظور ان السياحة هي زبون الآثار، يعني الاثار بالظبط. ما السائح اللي بيجي هو هو اللي هيطور هيطور المنطقه عشان الزبون بتاعك، عشان الزبون بتاعه، وكان يحب يسمع مني ومن الوزير المعني بوجهات النظر. فساعات بتبقى في موضوعات محدده وفي موضوعات عامه لمعرفه تطور الجهد اللي بيبذل لزياده الحركه السياحيه الوافده في هذا الاطار، في ظل برضو تحديات مختلفه كانت بتحصل طول الوقت. الاجتماعات كتير بتبدا بدري، يعني ممكن مبكرا يبقى مبكرا الصبح، يعني ممكن تبقى 8 الصبح ولا حاجه زي كده، وتستمر لما بعد المغرب يعني. واذكر انه كان بس شويه شاي بناخده، ويمكن استراحه 5 دقائق ولا حاجه في وقت الصلاه او دخول الحمام او كده. لكن انما تمتد يعني الاجتماعات. انا ما اذكره، واعتقد انه لازال كده وربنا يديله الصحه، يعني انه كان عنده جلد شديد جدا على المتابعه والتركيز، وبيبقى عارف الملف وبيسال في اسئله محدده ليها. برضو في جانب آخر أعتقد أنه الرئيس في ميزة برضو، أنه إذا طرحت تصور في موضوع ما، حل أو مقترح أو حاجة ومدروس، مهم أوي أعيد تاني كلمة مدروس، ويتناقش فيه، يباركه ويعطي لك المساحة الكافية أنك أنت تنفذه، يبدأ يدعم بقى، يدعم تماما الكلام ده يعني. فالرئيس يعني متابع بامتياز للملفات كلها، ما فيش كلام في دي، ولكنه في نفس الوقت بيدي للمسؤولين مساحة، يوم ما يبقوا المسؤولين نفسهم بيتقدموا بأفكار معينة بس تكون مدروسة، ويتم هو التأكد من جدواها وصحتها، انه بالعكس يدعم التوجه اللي الواحد بيطلبه. شكل النقاش بيبقى عامل ازاي؟ يعني هل انك كوزير بتبقى متلقي، بيتم التلقين مثلا، ولا في مساحة خلاف ومساحة اقتناع ومساحة يعني مش عايز اقول خلاف، لانه الاجتماعات دي لا ما اقصدش الخلاف في الرؤى يعني. لا الرؤى لا، يعني هو يعني الرئيس يعني اما بيطرح رأي وبيسمع منك الإجابة، يا إما بيستمع ليك لمقترح محدد اللي في انت جاي مجال بيه. اللي أنا جاي بيه. وكتير بيبقى الواحد ممكن لازم يكون صادق مع، يعني أنا أذكر مرة كان سألني في أعقاب مشكلة الطيارة دي، يعني طب هتعمل إيه؟ يعني عاوز يسمع رأيي، هتعمل إيه في الملف؟ حصل هذا الاتصال، الاتصال، وإيه تأثير اللي حصل ده على عائدات السياحة وحركة السياحة فانا يعني ما كانش عندي، ما احبش ان انا كنت اقول راي او تصور لسه مش مدروس. وهو كان لا يقبل ان واحد يقول له بقى اي يعني كلام، اي كلام يعني، مش وارد يعني. فكنت اقول له الحقيقه يا فندم انا مش عارف الوقت، اديني فرصه ارجع لحضرتك بيها، وكان يدي المساحه ديت ترجع له تقول له والله التاثير كذا والتصور كذا ونعمل كذا، فإما يناقشك إما يعدل بناء على الحوار والمناقشة والأخذ، أو يبارك اللي انت متخذه، يتوكل على الله واشتغل. وأنا أعتقد أنا بالذات يعني، ما دام حضرتك بتسألني أنا فضل. أنا بالذات يعني تجربتي مع الرئيس كانت في مواقف مختلفة داعم، وكان يعني بيقول لي إنه هو مهتم بانه يقوم بالنهضه في كل مناحي الاقتصاد المصري، يعني من صناعه لاسكان لكله، وحل مشاكل الدوله ومنها السياحه. وانه كان اذكر مره قال لي انه يعني ما معناه
ما تزعلش عن المشاكل والتحديات اللي موجودة ديت، وعايزك تكمل وما تيأس. وده معناه انه بيبعت لي رسالة انه لو انت محتاج حاجة. فكرة هنا الدعم النفسي للوزير، يعني اللي عايز اقوله. بتقول لما كنت بتقدم مشروع او بتقدم فكرة وكان مدروسة فيقتنع فيقدم الدعم، هنا الدعم المالي والدعم اللوجستي يعني. لكن الدعم النفسي اللي كان بيقدمه للوزراء، حضرتك بتشير لده. رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم تماما لكل من يعمل معه طالما يشعر منهم بالجدية والصدق والإخلاص في الكلام ده كله. وأنا شعرت الشعور ده مع عملي مع الرئيس. وقناعاتي بانه هو يعني بيدرك دور الوزير ودور المسؤول هنا اهوت، واتصور ان هو بيحتاج انه الناس تشتغل بنفس الفكر ده ونفس التوجه اللي هو عايزه، ونفس الحماس كمان، ونفس الحماس ونفس الجديه والجلد.